رجعت من الجنازة بعد أن غبرت قدمي ساعة في الطريق التي ترابها تراب وأشعة، وكانت أمي في النعش لؤلؤة آدمية محطمة. كانت فاضلة تقية صالحة، علمها التقوى والفضيلة، وأكمل النساء عندي تلك التي تنظر إلى الدنيا بعين متلألئة بنور الإيمان، تقر في كل شيء معناه السماوي، فتؤمن بأحزانها وأفراحها معا، وتأخذ ما تعطى من يد خالقها رحمة معروفة أو رحمة مجهولة. ومشيت من البيت الذي ألبسته أمي معنى القبر إلى القبر الذي ألبس أمي معنى البيت، وأنا لا أسير في هذه الطريق مع الأحياء ولكن مع الموتى، فأتبع من الميت صديقا ليس رجلا ولا امرأة، لأنه من غير هذه الدنيا، وأمشي في ساعة ليست 60 دقيقة لأنها خرجت من الزمن، ولا أرى الطريق من طرق الحياة لأنني في صحبة ميت، وتصبح للأرض في رأيي جغرافية أخرى عمي الناس عنها لشدة وضوحها، كالألوهية خفيت من شدة ما ظهرت. يقولون إن 3/4 الأرض يغمرها البحر، أما أنا فأرى في تلك الساعة أن 3/4 الأرض لا يغمرها البحر الذي وصفوا، ولكن خضم آخر زخار متضرب، هو ذلك البحر الترابي العظيم المسمى المقبرة. يقولون إن الحياة هي ماذا؟ ويحكم أيها المغرورون، أفلا ترون هذه الصلة الدائمة بين بطن الأم وبطن الأرض؟ لعمري كيف تجعل هذه الحياة للناس قلوبا مع قلوبهم؟ فيحس المرء بقلب ويعمل بقلب آخر، يعتقد ضرر الكذب ويكذب، ويعرف معرة الإثم ويأثم، ويوقن بعاقبة الخيانة ثم يخون، ويمضي في العمر منتهيا إلى ربه، ما في ذلك شك، ولكنه في الطريق لا يعمل إلا عمل من قد فر من ربه. همد الحي وانطفأت عيناه، ولكنه تحرك في تاريخه مما ضيق على نفسه أو وسع، وأصبح ينظر بعين من عمله إما مبصرة أو كالعمياء. فلو تكلم يصف الحياة الدنيا لقال: إن هذه النجوم على الأرض مصابيح مأتم أقيم بليل. ولو نطق الموتى لقالوا: أيها الأحياء، إن هذا الحاضر الذي يمر فيكون ماضيكم في الدنيا هو بعينه الذي يكون مستقبلكم في الآخرة، لا تزيدون فيه ولا تنقصون، وإن الدنيا تبدأ عندكم من الأعلى إلى الأدنى، من العظماء إلى الفقراء، ولكنها تنقلب في الآخرة فتبدأ من الفقراء إلى العظماء، وأنتم ترسمونها بخطوط المطامع والحظوظ، ويرسمها الله بخطوط الحرمان والمجاهدة. يا أسفا، لن يقول الميت للحي شيئا، ومن يدري، لعلنا ونحن نلحد للموتى وننزلهم في قبورهم، يرون بأرواحهم الخالدة أننا نحن موتاهم المساكين، وأننا مدفونون في القبر الذي يسمونه الكرة الأرضية. وهل الكرة الأرضية من اللانهاية إلا حفرة برجل نملة لتدفن فيها نملة؟ أحسست أني ضعت في الوجود لأن الوجود كان أمي، ولمست خشونة الدنيا منذ الساعة بعد أن فقدت الصدر الذي فيه وحده لين الحياة، لأن فيه قلب أمي وروحها، ولا أصدق أنها ماتت، فإن صوتها حي في أذني لا أزال أسمعه من أمس. ولبستني المسكنة لأن لي شيئا عزيزا أصبح وراء الزمن فلن أصل إليه، وصرت وحدي في المكان كما أنا وحدي في الزمان. انتهت أيامي من الأم، ولكن هل أجد كفايتي من الروح إلا في أمي؟